قبل البدء بحل الواجب، تأكد عزيزي الطالب من تحميل برنامج الوورد على هاتفك النقال. عزيزي الطالب، سيصلك إشعار بالواجب ويظهر في المنشورات. لعرض الواجب اضغط على عرض الواجب. في الواجبات سيظهر عنوان الواجب، تاريخ الانتهاء. اقرأ إرشادات معلمك بعناية قبل البدء بحل الواجب. اضغط على ملف الواجب لعرض محتوى. من أداة تحرير مستند اضغط على تحرير. سينقلك إلى برنامج الوورد. من زر خيارات اضغط على حفظ النسخة على الآيفون الخاص بك. أجب على الأسئلة، وبعد الانتهاء اضغط على الحفظ في ون درايف ليتم حفظه على حسابك الخاص بوزارة التربية. ثم نعود إلى برنامج تيمز، نضغط على زر إغلاق. من خلال أداة إضافة عمل يتم تحديد الواجب بالذهاب على ون درايف بتحديد الواجب، ثم اضغط إرسال ليتم تسليم الواجب.